اه ده سيادة الرئيس. طبعا سيادة الرئيس بوتين. بوتين بوتين. طبعا. وده انا رشدي اباظة. ده ايه ده؟ وده انت؟ ما شاء الله. لا كنت باخد كرسي هناك بقى. لا كنت مكسر الدنيا انا في روسيا. كرسي في ايه؟ كنت زحلق على الجليد هناك و كنت خاربها. ما شاء الله. لا قمر بجد. بسم الله ما شاء الله. ودي بقى الايه؟ دي اولاد القله اللي انا بشرب منها. دي القله. هديه. معلش انا اسف، ده ايه؟ ده؟ ده يا سيدي حسين بيه، ده المايكروفيلم. حسين بيه؟ المايكروفيلم. المايكروفيلم. كنت واخده علشان العصابه ما تاخدش بالها، كنت بسجل لهم. ما شاء الله. بالك العصابه يعني عشان هو ايه صغير. صغير قوي. تعالوا بقى. اتفضل. هوريكم على اهم حاجه في حياتي. اتفضل. مين ده؟ يا ده حبيبنا كلنا. الرئيس السيسي حبيب قلب. طبعا. حبيب قلب الرئيس السيسي. ده حبيبي بقى كان بيديني جايزه علشان حرب 15 مايو. حرب 15 مايو؟ ده كانت فين الحرب؟ دي كانت على الكوبري، كان زحمه مولع نار. انا اتصبت هناك. اتصبت ازاي يعني؟ اتصبت في ظهري يا حبيبتي. ظهرك يعني ايه؟ من ايه؟ اتصبت من ايه؟ من الدنيا. الدنيا؟ ازاي؟ الدنيا ماشيه بظهرها حطت عليا. والله. اقعدوا يا شباب. الله يخليك. طب معلش ده ايه؟ ده بقى يا سيدي اقعد. مين؟ الفنان حسن كامي تقريبا. والله انت قلت تعمل فرايتي بقى. انا كنا في الاوبرا سوا، كنا نحب نغني ايام الشباب والطيش والحاجات دي. ما شاء الله. وكنا دايما كان هو ايه، كان صلاة على النبي عليه صوت كده جهوري قوي. هو بيكح ولا بيضحك ولا ايه؟ الله معلش. لا ده انا بضحك. انت كنت بتضحك. وشربت شاي. لا الله يخليك. وشربت شاي. لا شربنا. شاربين والله. لا لا لا. بحبه قوي. جميل. مش كنتوا انتوا جايين بقى تقولوا لي عشان اعمل حسابي يا اولاد؟ يعني المفروض تبلغوني قبليها ب 148 ساعة ونص. 148 ساعة ونص؟ ليش معنى؟ بحب الرقم ده. لا احنا بقى بنحب 149. 149.6 بالظبط. هذا مزيكا على كيف كيفك دي بسمعها. انا بحبها قوي. يعني بقى لازم بقى تبلغوني علشان يعملوا تأمينات، لأن الطيارة في التأمينات علشان تأمني يعني بتنزل على السطح، فالطيارة مروحية. خد بالك فيها ثلاث سرعات، واحد واثنين وثلاثة. أنا أحب أشغلها على ثلاثة علشان الحرب. فاهمني؟ جبت رقم. أيوة. طب حضرتك ليه كل ده؟ وإيه اللي مش أنا هحضر؟ شخصية مهمة لازم تأمين. عشان وزير الداخلية يحبني قوي. أول لا ياخد رأيي في كل كبيرة وصغيرة. صغيرة. تأمين إيه وزير داخلية إيه؟ هو مش ده العسكري اللي كان شغال مع حسين؟ أيوه هو. مش هو ده؟ أمال إيه ماله؟ في إيه؟ لا إله إلا الله. بس مفيش أي حاجة. طب ماشيين في الحفلة ولا لأ؟ إيه؟ ألعب باليه. يلا نمشي؟ طب نستأذن إحنا بقى نشوفك في الحفلة؟ ماشي، بس أنا هجيلكوا هناكل هند وناكل تين. مين؟ ميرفت أمين.